الجملة الأخيرة اللي هي العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة بأسرها. هل نحن نتحدث هنا عن استقرار سياسي، استقرار اقتصادي، استقرار إقليمي، أي نوع من الاستقرار؟ حضرتك، العلاقات المصرية السعودية تعتبر نموذج للعلاقات الثنائية بين أي بلدين في الوطن العربي. حضرتك، العلاقات تشعبت في كل المجالات، وبالتالي هي ركيزة. نعم، هي ركيزة لانطلاق العلاقات المصرية العربية. هي نموذج؟ نعم هي نموذج، لأن العلاقات لها جذور في الماضي ولها تطورات في الحاضر، غطت كل المجالات ولها أفق للمستقبل. هل نحن وصلنا إلى درجة قريبة من التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية في البعد الخارجي؟ نعم، وصلنا إلى مرحلة جيدة. طيب، وبعض المحللين من كثر التناغم والتنسيق بين البلدين في العلاقات الثنائية والعلاقات الخارجية طرحوا تساؤل: هل يمكن أن تصبح مصر يوما ما عضو في مجلس التعاون الخليجي؟ نعم. بعض الناس قالت نعم. طيب، هذا المقترح أو هذا الفكر أو هذه الفكرة، هل هي تعتبر في صالح دول مجلس التعاون الخليجي؟ نعم، هي في صالح دول مجلس التعاون الخليجي، لأن العلاقات بين مصر ومعظم دول مجلس التعاون وصلت إلى مرحلة يعني قد تكون أفضل من العلاقات بين دوله فيما بينهم، وبالتالي انضمام مصر سواء بشكل رسمي أو بشكل عملي لمجلس التعاون الخليجي يعتبر إضافة لكل من المجلس ومصر. سوف نجد مرحلة أخرى من التعاون ونجد إطار قانوني يحكم العلاقات بين البلدين، إطار أشمل وأوسع يؤدي بنا أن احنا نطبق بشكل فاعل مسافة السكة اللي قالها سيادة الرئيس قبل كده. الجزئية الأخرى، هذه الفكرة التي طرحت إذا تم تنفيذها ده هيؤدي لزيادة الاستثمار المشترك بين البلدين، هيؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، هيؤدي إلى حرية نسبية لانتقال العمالة المصرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي نقطة هامة جدا جدا. العامل المصري والمهندس المصري والطبيب المصري في الدول العربية دائما وأبدا يسعى إن هو يركز في شغله. لم نجد مشكلة واحدة لأي مصري في السعودية تجاوز النظام أو حاول إن هو يعني ما يمشيش طبقا للهيراركي بتاع الدولة في مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي بيصبح المصري هو من أنسب العمالة لثقافة دول مجلس التعاون الخليجي. الجزئية الثانية، الاستثمارات السعودية، السعودية تعتبر نمرة 2 بعد دولة الإمارات العربية في إجمالي استثماراتها في مصر. بلغت طبقا للأرقام الرسمية أكثر من 22 مليار دولار استثمارات سعودية، استثمارات إجمالية سعودية في مصر. كم شركة حضرتك؟ الشركات السعودية المستثمرة في مصر الرقم تعدى 6000 شركة. هذه أرقام رسمية من هيئة الاستثمار ومن وزارة المالية المصرية. شركات عاملة فعلا ولا لسه شركات تحت الإنشاء؟ لا لا لا، شركة بتشتغل. نعم. وهذا الرقم زاد في الوقت الحالي، لأن طبعا حركة الأرقام دي من سنة فاتت، فبالتالي الأرقام بتزداد. طيب سيادتك، لو نتابع الأخبار في آخر 3 أسابيع هنجد إيه؟ أن الصندوق السيادي السعودي بدأ يتجه إلى مصر، الصندوق السيادي الإماراتي، الصندوق السيادي القطري، الكويتي، كله بدأ يجي يستثمر في مصر. لماذا نقول هنا في هذه اللحظة أن المستثمر العربي كان أكثر جرأة وأكثر سرعة في التحرك نحو السوق المصري؟ طب لماذا؟ لأن حضرتك أن الدولة المصرية بدأت توسع الملاءة الائتمانية والملاءة الإنتاجية والبنية التحتية للاقتصاد المصري، فأصبحنا نستوعب استثمارات أيا كان حجمها. فيما مضى كنا لا نستوعب، أما حاليا فنحن على استعداد نستوعب أي استثمارات سواء كانت عربية أو أجنبية. نعم، بمناسبة الصناديق السيادية الخليجية اللي بقت ابتدت تستثمر في مصر، هل ده نتيجة لما يحدث في العالم
يعني خليني أقول مصر والاستثمار في مصر أكثر أمنا من الخارج الآن؟ والله ده يعني سؤال ذكي جدا يا حضرتك. هل الاستثمار العربي في مصر أتى إلى مصر بسبب الأوضاع القلقة في الخارج؟ طبعا نعم بنسبة كبيرة، لأن احنا عارفين الاستثمارات السعودية والاستثمارات الكويتية والاستثمارات الإماراتية مثلا في الولايات المتحدة كانت كبيرة جدا يعني، والصناديق السيادية كانت هناك كبيرة جدا. حضرتك جمال الاستثمارات قد إيه؟ 2 تريليون دولار الاستثمارات العربية كلها مش الخليجية فقط، في الخارج. وبالتالي قلق الوضع في الخارج، الصراع الروسي الغربي، التوتر الصيني الأمريكي، صحيح. يعني أدى لأن المستثمر العربي يعيد أولوياته. أولوياته موجودة هنا في داخل الدول العربية، دي جزئية. الجزئية الأخرى حضرتك، من إيجابيات الصراع الروسي الغربي على أرض أوكرانيا إن بدأ كل معظم دول الشرق الأوسط تتجه إلى استقلالية في القرار، ما عادش بقى ايه حضرتك التبعيه الكامله، ما عادش موجود الضغوط اللي كانت بيتم يعني هي انتهت حضرتك. صحيح. وبالتالي ده اثر ايجابي هيؤدي الى سياسه الاستثمار والتجاره والاقتصاد بين دول عربيه. نعم سيؤدي ان شاء الله في ان شاء الله. من الخبر ده